أعزائي المشاهدين، مكملين معكم باقي الفقرات. اليوم فقرة رح تكون معنا واحدة للأسف، ولأنه لضيق الوقت معنا الساعة 11 رح نضل مع الآنسة هبة رصاص أخصائية التغذية. رح نحكي عن الكوليسترول وأهمية الأطعمة اللي بتناسب المرضى اللي عندهم كوليسترول. فخلينا نصبح على هبة رصاص. صباحك ورد حبيبتي. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي. طبعا نحكي للمشاهدين اللي حاب يحكي معنا، الأرقام ظاهرة في أسفل الشاشة، حتى لو بدهم يسألوا عن غير الكوليسترول احنا جاهزين وهبه جاهزه. أكيد. هلا بالبدايه بدنا نعرف الكوليسترول هبه عشان الناس تعرفه اكثر. طبعا الكوليسترول عباره عن ماده دهنيه شمعيه القوام موجوده بالجسم. طبعا هي تصنع في الكبد بنسبه 80%، اما باقي النسبه بنحصل عليها عن طريق الغذاء من تناولنا للاطعمه. طبعا الكوليسترول دائما موجود بالمصادر الحيوانيه، يعني بنلاحظ موجود باللحوم الحمراء وباحشائها الداخليه، يعني القلب، الكبده، الاطحال، الانخاعات، هاي الامور اللي هي فيها نسبه الكوليسترول مرتفعه. الناس اللي بتناولوا هاي الامور كثير يعني بنلاحظ انه معرضين اكثر لارتفاع الكوليسترول. كمان بنلاحظ انه الكوليسترول موجود بصفار البيض، يعني بنسبة منيحة. في ناس بيقولوا لهم اللي عندهم كوليسترول ما ياكل صفار بيض، بس قالوا أكيد. انها ملاحظة فيها غلط، ما بعرف شو رأيك. هو بصراحة البيض بيحتوي على الكوليسترول، الصفار اللي بيحتوي على الكوليسترول نسبته عالية. نسبته عالية لأنه احنا بنلاحظ انه البيضة الواحدة يعني فيها تقريبا بتعطي 200 ملي جرام من الكوليسترول، يعني احتياجات الجسم اللي يعني بتطلبها الجسم باليوم الواحد عن طريق تناولنا للبيضة واحدة، فهي بتأمن هاي الاحتياجات. فاللي عندهم كوليسترول احنا ما بدنا اياه يرتفع اكثر، فهم دائما لا يعني يحاولوا مثلا يتناولوا مرة بالاسبوع مش اكثر، ما يزيدوا عن بيضتين بالاسبوع، يحاولوا دائما مثلا يلجأوا للبياض، بياض البيض مثلا ما في نسبة كوليسترول، فممكن انه بامكانهم هم ياخذوا البياض، بياض يمكن البيض يمكن فيه البروتين اكثر. بياض البيض بيحتوي على البروتين اكثر. طبعا طبعا ما ننسى البيض مفيد، وبيحتوي على الكولين، على الاحماض الدهنيه المفيده كمان للدماغ. يعني طبعا كمان فات الكوليسترول بنلاحظ انه موجود بالاجبان، بالالبان، خصوصا الاجبان مثل الشدر، الاجبان الصفراء، الاشقوان، الزبده، السمنه، هاي طبعا الامور كلها مشبعه بالكوليسترول ودسمه. صحيح. بالحلويات وبالاطعمه المصنعه والدهون اللي هي مشبعة طبعا. بس تتفاوت نسبها من غذاء لغذاء اكيد. اكيد كل يعني كل غذاء مثلا في نسبة كوليسترول، ممكن احنا ناخذ له بديل او نحاول يعني مثلا الدجاج افضل من اللحوم، يعني احنا نتناول صدر دجاج افضل، منقلل من نسبة الكوليسترول والافضل منه السمك، يعني نحاول نتجنب اللحوم الحمراء بكثرة مثلا. صحيح. بدنا ناخذ الاتصال ونكمل معك. الو صباح الخير. الو صباح الخير. اللي عم بحكي معنا لو توطي التلفزيون تسمعنا من السماعة أغلبك. اللي عم بحكي معنا لو توطي التلفزيون تسمعنا من السماعة أغلبك. الو. راح الاتصال، بنتمنى يرجع يحكي معنا. تحكي معنا. الو صباح الخير ست فاتن. صباح النور. ست فاتن بحكي مع العمائرة من برقش. اهلا وسهلا فيك. ست فاتن بحكي مع العمائرة من برقش. اهلا وسهلا فيك. ست فاتن الحمد لله اول شيء على نزول المطر، الله اكرمنا بنعمة نعمة الامطار الحمد لله رب. الله اكرمنا بنعمة استاذ ماهر اذا ممكن. برحب بضيفتك الكريمة. في عنا مشكلة بالاتصال، نتمنى من ماهر يرجع يحكي معنا، ويفضل يكون بعيد عن التلفزيون وموطى على الآخر عشان نقدر نتواصل معكم مشاهدينا. كنا عم نحكي عن الكوليسترول. هلأ في أنواع الكوليسترول. أكيد. بس حابة كنت أكمل نقطة. بالنسبة للبيض بنلاحظ هلأ في الأسواق ببيعوا بيض خالي من الكوليسترول. كيف يعني؟ طبعا هذا ما بيكون خالي من الكوليسترول، ولكن تربية الجاج طبعا تختلف. بالمزارع بتختلف، فالغذاء اللي بتناولوا الجاج بالمزارع بيكون مركز غني بأحماض الأوميجا 3، بيكون غني ببذور الكتان، بالفيتامينات، بالمعادن اللي هي مش خالية من الكوليسترول، وإنما يعني البيضة نفسها بتكون مغذية مفيدة أكتر. يعني إحنا لما نتناولها نسبة الأوميجا 3 عالية، نسبة الأحماض المفيدة عالية فيها، فبالتالي بتخفض من مخاطر الكوليسترول اللي ممكن يتكون داخل أجسامنا. صحيح. فهذه النوعية من البيض هي مش خالية من الكوليسترول، ولا إنما
يعني مدعمة أكثر بالأحماض وبالأوميجا 3. هذا اللي بيقولوا لها بيض نباتي يعني. بيض نباتي مدعم بالضبط، بيكون نفس تربية الدجاج يعني، بغذوه بطريقة صحية أكثر، مدعمة أكثر ببذور الكتان. فكل هاي التغذية الجيدة اللي هي بتخفض من مدار تراكمات الكوليسترول داخل أجسامنا. متعوب عليها الدجاج إذا بيعطوها بذور كتان دليلينها دليلينها يعني بتكون تربية عم تأكل إشي صحي بالضبط، بنعكس على إنتاجها للبيض. أكيد طبعاً. هلا نحكي أنواع الكوليسترول، في نوعين. في عنا نوعين من الكوليسترول، حتى هم بنقسموا لثلاث أنواع. عنا طبعاً ال LDL اللي هو الكوليسترول السيء الضار اللي هو low density lipoprotein. هذا طبعاً الكوليسترول ارتفاعه خطر لأنه بشكل مشاكل تراكمه بالشرايين بالأوعية الدموية. دائماً من حب إنه يكون يعني دائما نلاحظ انه مستوياته تنخفض لانه هو سبب رئيسي للاصابه بامراض القلب التاجيه. شو رايك نكمل بس نرجع لماهر؟ ماهر صباح الخير. صباح الخير. الو تفضل يا ماهر سامعينك. الو صباح الخير ست فاتن. صباح النور، انت على الهواء تفضل. الله يعطيك العافيه، برحب بضيفتك الكريمه الست تبا. يعني بالنسبة أنا بدي أسأل سؤالي محدد، من هم الأشخاص وفئة الأعمار المتضررين دائما بمادة الكوليسترول، وماذا تنصح الست هبة؟ نعم. الله يعطيها ألف عافية ودائما تعطينا النصائح الطيبة. نعم. بالنسبة يعني تناول الطعام وخص عندنا مثلا إحنا الأكل الشعبي دائما المناسف البلدية والمسخن والمطابق وفيها مادة زيوت كمان نباتية، والحمد لله على نعمة نزول الأمطار. كل احترام وتقدير لهذا البرنامج ولك ست فاتن ولا فراس المياس وكل إخوة العاملين في قناة نور مينا ويسعد صباحكم جميعا وشكرا. ولا يهمك، شكرا يا ماهر، يعطيك ألف عافية. بذكر خصوصا في المحافظات والقرى كثير بيستعملوا السمنة والزبدة ودسم وهي الأطعمة الدسمة بتسمعي انه مرات حتى في اكلات كلها بين كل طبقة وطبقة في لازم سمنة وشبعوها بتكون مشبعة، وهذا الخطر لانه هاي الأطعمة طبعا كثير بتكون مشبعة ودسمة. فاحنا قد ما بنقدر يعني نحاول نطبخها مثلا بطريقة صحية، يعني نخفف من متناولها قد ما بنقدر، نستبدل ونستبدل مثلا الزيت بالسمنة، طريقة الشوي بدلا من القلي وتشبيعها بالزيوت المهدرجة والزيوت اللي هي الضارة اللي هي بترفع نسبة الـ LDL الكوليسترول السيء وبتسبب التصلب الشرايين. فنحاول ننصح يعني الأخ ماهر دائما نخفف من هاي الشغلات ونوجد بدائل، هاي أفضل شيء. طريقة الطبخ كتير مهمة، ونحاول كمان يعني إحنا لو اضطرينا هاي الأكلات ندخل دائما أكل صحي كمان. صح. بجانب هاي الطبخات. لأنه دائما إحنا إذا كان طريقة أكلنا يعني شوي صحية فيها ألياف أكتر، فيها خضار، فيها فاكهة، كمان نركز على القشور نفسها، القشور الموجودة بالخضرة وبالفواكه، فهي مفيدة جدا، بتبطئ من امتصاص الكوليسترول داخل أجسامنا طبعاً. بالتالي فهي يعني تعمل عملية تبطيء. ودائما يعني المشي كمان، دائما أكلنا أكل دسمة نحاول إنه بهذا اليوم نمشي مسافة مثلا نص ساعة ثلث أرباع ساعة، نحرق السعرات الإضافية اللي إحنا كسبناها من هاي الأكلة دائما هيك يعني. إن شاء الله ماهر سمعنا هلا، واللي عم بتابعوا كمان يعرفوا إنه في بدائل. أكيد. إلا ما يلقوا بدائل. عودة مع أنواع الكوليسترول، قلتي لنا ينقسموا لثلاث. بنقسموا لثلاث أنواع. نعم. فاتن. طبعا الكوليسترول السيء الضار اللي هو طبعا ال LDL، هذا طبعا كتير سيء، دائما منلاحظ إنه ارتفاعه بسبب يعني تصلب الشرايين، تجمع دهنيات بالأوعية الدموية. طبعا هذا الكوليسترول بنقل هذا النوع من الكوليسترول بنقل الكوليسترول من الخلايا، من خلايا الجسم بياخدها من الكبد وبنقلها لخلايا الجسم، وهذا المشكلة الكبيرة. فبالتالي هو كوليسترول ضار يعني، دائما نحاول انه نقلله يعني، ودائما يكون ضمن يعني معدل انه ما يزيد عن 150 ملي جرام لكل ديسيلتر. حلو. هلا النوع الثاني
عندنا الكوليسترول الجيد اللي هو ال HDL. هذا طبعا الكوليسترول المفيد اللي هو دائما بنحب انه يكون مرتفع وانه يزيد مستوياته عن ال 40 ملي جرام. يعني دائما هذا الكوليسترول مفيد، بخلص الجسم من الكوليسترول السيء وبنقله للكبد ليتم تحطيمه، وبالتالي نتخلص منه عن طريق فضلات الجسم. فهذا الكوليسترول مفيد والنافع للجسم، بيزيد طبعا عن طريق الحركة. يعني دائما بالرياضة وبالحركة وباختيار أنواع الأطعمة الجيدة بيرتفع نسبة هذا الكوليسترول المفيد، واللي احنا دائما دائما نحاول انه ما يقل عن 40. يعني يعني 35 ل 40 بيكون كتير معدل مش منيح، يعني مش منيح، قليل. طيب هبة، ايش في اهلا بتسأل المشاهدين ايش في اكل بيرفع الكوليسترول النافع الجيد اللي هو ال HDL؟ ال HDL طبعا ال HDL بالاضافه للرياضه وللمشي والحركه واللي هي بتلعب دور اساسي في رفع الكوليسترول الجيد، الاطعمه المناسبه لها نحاول دائما نكثر من الالياف. الألياف مفيدة جدا، الألياف ممتازة كونها بتحوصل الكوليسترول وبتعيق عملية امتصاصه داخل الأمعاء، واللي هي طبعا موجودة بالحبوب مثل الشوفان، مثل البرغل، الفريكة، هاي الحبوب اللي هي بالقشور الكاملة، هاي كتير مفيدة وبتحتوي على الألياف بنسبة عالية. فإحنا دائما نحاول خلال الأسبوع، يعني مش ضروري دائما رز، نحاول ندخل شوربات الفريكة، البرغل، حتى نطبخه مثلا بدل الرز، كتير مفيد. كمان الألياف دائما فاتن منلاقيها بالخضار وبالفواكه خصوصا بالقشور. هلأ بالنسبة للخضروات بنلاحظ انه من الخضار المفيده وبتنفع الكوليسترول الجيد وبتقلل من الكوليسترول السيء الضار اللي هي الجزر، البتنجان بانواع، يعني البتنجان ممكن نعمله مسبل نشويه، نضيف عليه دبس الرمان مثلا كسلطات، مفيد كتير. الجزر نبرشه خلال الاكل كمان على السلطات مفيد. كمان عندنا الارديشوكه، كتير بنلاحظ الارديشوكه من الاطعمه من الخضار المفيده للقضاء يعني على الكوليسترول وتبطيئه يعني. كمان عندنا الملفوف الأحمر ممتاز كمان، دمجه بالسلطات زي البنفسجي، زي البنفسجي غني بمضادات الأكسدة وغني كمان بنسميها اللي هي الفايتوستيرول، هاي طبعا استيرولات نباتية مفيدة كتير وبتبطئ من الكوليسترول امتصاص الضار داخل أجسامنا. بالنسبة للفاكهة عندنا التفاح والنجاص بنسبة كبيرة، نركز على التفاح والنجاص خصوصا قشرته بتحتوي على ألياف البكتنز اللي هي الألياف المفيدة اللي برضه بتقلل لنا الكوليسترول السيء. فيعني لو الشخص ركز عطينا خيارات كثيرة بالضبط، يعني واحد ينوع ويشكل ويحاول يدخلهم لأطباقه اليومية للسلطات، فواكه بين الوجبات، بحصل على صحة كثير كويسة إن شاء الله. إن شاء الله. فقلنا في انقسام ثالث للكوليسترول، وفي عندنا انقسام ثالث برضه اللي هي الدهون الثلاثيه التراي جليسرايدز. هذول كلهم مربوطين في بعض هبة؟ طبعا هي انواع، يعني هي بتنقسم لثلاث انواع الكوليسترول. احنا نحاول انه بفحص الدهنيات يعني بتتجزا يعني لهي الثلاث انواع من الكوليسترول. بس الاهميه يعني علينا انه نرفع ال HDL الكوليسترول الجيد، ودائما نحاول انه ال LDL يكون منخفض بقياسه. حتى يعني الدهون الثلاثية مضرة. حتى الدهون الثلاثية طبعا الترايجليسرايد مشكلة، هاي ارتفاعها. ليش سموها دهون ثلاثية؟ هي تركيبها الكيميائي إلى شكل معين بياخد شكل يعني دهون ثلاثية، لكن دائما لازم نحافظ إنها كمان ما تتجاوز عن 150 ميلي جرام بالدم، يعني بالفحوصات طبعا، علشان زيادتها بيرتبط بتصلب الشرايين وبالمشاكل يعني ممكن أن تحصل. طيب هلا اكيد في اعراض للكوليسترول الضار اللي هو ال LDL، فشو رايك الناس لازم تعرف شو الاعراض؟ لانه ما مش صامت هو اكيد، بس اكيد في اعراض معينه بتبين. هلا كثير ناس فاتن ممكن يكون معهم المرض بس ما ينتبهوا له، ما يعني يلاحظوا العرض او يفكروه شيء عارض. هلا هو مرض
يعني يتعايش معها، بس طبعا اكثر فحص ممكن انه ياكد لنا هي الفحوصات المخبريه، فحوصات الدم هي اللي يعني بتاكد ظهور نسبه الدهون يعني في الدم. يعني فحوصات الدم هاي فحوصات مخبريه ضروريه. لازم طبعا نسبه الكوليسترول كتوتال انها ما تتجاوز عن 200 ملي